السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامج طبيب الصحة. ابتسامتنا هي عنواننا لدخول قلوب الناس، وعشان بسمتنا أو ضحكتنا تكون حلوة لازم سناننا تكون حلوة. أنا المشكلة عندي سناني بايظة خالص، بس أنتوا هتظبطوها إن شاء الله. أكيد طبعاً إن شاء الله. طيب إحنا عامة كلنا بنخاف من دكتور الأسنان، فإحنا جايبينكم النهاردة عشان نطمن الناس اللي إحنا ما نخافش من دكتور الأسنان. بداية ان معايا ومشرفين النهارده دكتور احمد رمضان استشاري زراعه الاسنان. انا بسال بحضرتك دكتور، ومعانا الدكتور تامر عاشور استشاري تقويم الاسنان. بادئ زي بدء، عايزين نتكلم على مركز تو سمايل. تمام، اتفضل دكتور. تمام، احنا عندنا مركز تو سمايل، انا عايز اعرف الناس بيها. اتفضل. مركز تو سمايل يعني 20 سنه خبره ما شاء الله. 20 سنه خبره. دكتور تامر استشاري تقويم الاسنان، معاه ام اورثو، انا استشاري زراعه الاسنان، معايا زماله من جامعه اشبيليه ما شاء الله اسبانيا ما شاء الله. المراكز عندنا بتعتمد على استخدام احدث التكنولوجيا، عندنا التطوير في كل وقت، عندنا بنتبع احدث اساليب التعقيم واحدث اساليب التركيبات واحدث زي ما شفنا في الاعلام بالظبط. مظبوط. تو سمايل عندنا كل حاجه موجوده تحت سقف واحد. بالنسبه لاول علاج الاسنان عندنا تو سمايل كيدز، عندنا عياده مخصوصه للاطفال، عندنا تو سمايل ليزر، عندنا عياده مخصوصه للليزر، عندنا تو سمايل سيرجري للتقويم للزراعه والجراحات، عندنا تو سمايل للتقويم. كل التخصصات موجوده تحت سقف واحد في تو سمايل في مراكزنا وفروعنا كلها. دلوقتي في طب اسنان للاطفال، ده تخصص. تمام، صح كده. كل حاجه عندنا دلوقتي في الاسنان، ما بقاش زي زمان خلاص كل دكتور اسنان بيعمل كل حاجه. كل حاجه، كل حاجه صغيره، كل تفصيله صغيره في الاسنان بقى ليها دكتور متخصص عشان يطلع لك بافضل واسرع وادق النتائج للمريض. تمام. هو طبعا زي ما احنا قلنا في الاول، احنا كلنا بنخاف من طبيب الاسنان، وبنخاف من الحقنه اللي بتشك عشان اخلع درس او تمام. اعمل تقويم او انظف او تمام. في طرق حديثه دلوقتي او في حاجه بتحصل أكيد دلوقتي أكيد. لو احنا النهارده بنتكلم خوفنا في عياده الاسنان من الالم ومن الحقنه، فاحنا دلوقتي بقى عندنا ليزر. يعني احنا في جراحات كتيره جدا دلوقتي بنشتغلها من غير بنج او باقل كميه بنج او بالبنج الموضعي، ده بالنسبه للاطفال والكبار. تمام. احنا بنقدر نخدر اللثه قبل ما بندي حقنه البنج بالليزر، بحيث ان العيان ما يحسش حتى بالشكه بتاعت ابره البنج. يعني في تخدير بالليزر مش قبل ما بندي ابره البنج، بنخدر اللثه بالليزر. مظبوط. بنخدر العصب نفسه بالليزر، فيبدا العيان ما يحسش بالدخله بتاعت ابره البنج، وبالتالي خلاص الالم كله راح. فطالما العيان ما حسش بالبنج وهو داخل، خلاص بقى الموضوع بقى بالنسبه له بدون الم. طبعا نهايه حضرتك عن التكنولوجي نفسها اللي خلت عدد الجلسات بقت قليله في اسرع وقت. دلوقتي بقينا بنعمل التركيبات بتاعتنا في يوم او يومين، بقينا بناخد المقاسات ديجيتال، بقينا بنتكلم دلوقتي اللي خلاص التركيبات بتتعمل والعيان قاعد في نفس اليوم. فالموضوع ما بقاش لا فيه خوف ولا بقى فيه صعوبه في الاجراءات او العمليات اللي احنا بنعملها. تمام. ارجع للدكتور تامر، عشان الدكتور تامر استشاري تقويم الاسنان. عرفنا التقويم يعني ايه يا دكتور؟ تقويم الاسنان. تقويم الاسنان ان احنا بنعدل شكل السنان، لو في اسنان معوجه او فيها بروز للاسنان بنعدل شكلها مكانها في المكان الصحيح بتاعها. طبعا تقويم الاسنان منه في جزء بيبقى تقويم الفكين، ساعات في ناس عندها بروز في الفك العلوي او بروز في الفك السفلي، احنا بنقدر نعدل الكلام ده بحيث ان هو يطلع شكل السنان في مكانها الصحيح، وبيأثر على شكل الوش كله. احنا بنعالج الوش كله مش بنعالج الاسنان بس، لان اصلا الابتسامه كلها فيها يعني الشفايف بتتاثر بالتقويم لما الاسنان بترجع لورا او بتتعدل كلها. طبعا كله بيتاثر، الابتسامه نفسها والشكل الوش العام بيتاثر بالتقويم. تمام. طيب تقويم الاسنان يا دكتور ليه سن معين، ولا ممكن الطفل او 30 سنه مثلا خلصت انا كده مش عارف؟ لا، هو تقويم الاسنان ممكن يتعمل في اي سن. في بعض الحالات بنحتاج نبدا لها بدري، زي مثلا لو في بروز في الفك السفلي، ده بمفروض نبدا من سن 7 أو 8 سنين نبدا في التقويم مباشره علشان نلحق النمو بتاع الفك السفلي قبل ما يكبر ويعمل مشكله. يعني ولو كويس التقويم في السن الصغير بيبقى افضل لما بكون كبير، بيبقى افضل، بس في بعض الحالات اللي بنبدا فيها بدري قوي. تمام. 7 سنين هو في معظم الحالات بنبدا لما الطفل بيغير كل سنانه تبقى اسنان دايمه. تمام. بس في بعض الحالات لازم نتدخل بدري. زي لو في عضه معكوسه، لو سنانه اللي فوق طلعت لجوه شويه، دي بنتدخل مباشره. تمام. ده بالنسبه للسن الصغير. بالنسبه للسن الكبير تقويم الاسنان ينفع في اي سن، بدل الحاله الصحيه بتاعت الاسنان سليمه والحاله الصحيه العامه للجسم بتبقى مظبوطه. تمام.
دكتور احمد، طبعا احنا في الظروف بتاع كورونا، وطبعا لازم تعقيم ولازم اجراءات احترازيه وكلام زي كده، صح كده؟ فانتوا ازاي بتعملوا ده في المركز عندكم في تو سمايل؟ اولا انا عايز اقول حاجه، من قبل الكورونا واحنا بنتبع خطوات للتعقيم، مش شرط ان جت جائحه كورونا فالناس تبدا ان هي تهتم بالخطوات التعقيم. احنا عندنا من قبل كورونا، واحنا دكاتره السنان عامه هي اكتر ناس في الفيلد او في المجال الطبي بتبقى فاهمه يعني ايه تعقيم. احنا عندنا التعقيم مش تعقيم ادوات بس، احنا عندنا بنهتم بتعقيم الهواء اللي جوه العيادات. يعني احنا عندنا في فيديو هيوضح لحضرتك دلوقتي طرق التعقيم كأدوات. يا ريت تجيبوا لنا الفيديو تعقيم الادوات في مركز تو سمايل بعد اذنك. يا ريت. التعقيم عندنا بيبتدي، يعني انا معايا دبلومه في الانفكشن كنترول دي من 10 سنين او اكتر. التعقيم ده بيتم عندنا تحت تدريب قوي جدا 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 للاستاف الموجود. تعقيم الادوات بتبدا الادوات بتبدا معانا حضرتك شايف كده في الفيديو. ايوه. دي غرفه التعقيم عندنا، عندنا التعقيم في مراكز تو سمايل تعقيم مركزي زي ما حضرتك شايف. التعقيم عندنا بيبدا من اول غسيل الادوات، وده ما بيتم عن طريق الغسيل اليدوي او اجهزه مخصوصه التراسونيك زي ما حضرتك شايف كده، تمام، عشان تبدا تغسل الادوات وتشيل كل اي بقع دم او اي رواسب على الادوات نفسها، وبعد كده يتم تغليف الادوات دي باجهزه مخصوصه عشان لو ما اتغلفتش كويس التعقيم بعد ما تخرج من التعقيم مش هتبقى معقمه، فلازم يتم تغليفها كويس جدا، وتخش في احدث اجهزه التعقيم اللي موجوده عندنا اللي بنضمن ان احنا نقدر فيها على كل دكتور. الفيروسات مظبوط. حتى الميه اللي بنستخدمها للتعقيم دي لازم تبقى ميه مقطره. بنتبع طبعا خطوات وجايد لاينز. الجايد لاينز ديت احنا مش احنا اللي حاطينها، دي جايد لاين منظمه الصحه العالميه هي اللي حطاها. دي قواعد حطها منظمه الصحه العالميه، احنا بنمشي عليها كدكاتره. مركز عندنا احنا عندنا في كل مراكزنا تعقيم سنترال، عندنا غرفه تعقيم مركزيه لكل مركز موجود عندنا زي ما حضرتك شايف كده، حتى القطنه حتى كل حاجه عندنا ما شاء الله. ازاي يتم تعقيمها، وازاي كمان الاهم بعد ما تخرج من جهاز التعقيم يتم حفظها والمحافظه على درجه التعقيم بتاعها. تمام. اما بالنسبه بقى للاهتمام بالمريض ده مجرد دخوله، يمكن شفنا في الفيديو الاولاني مجرد دخول المريض عندنا بيتم الكشف عن حرارته، بيتم بيملى بياناته، بنعرف حالته الصحيه شكلها ايه. عندنا كل مكان في المركز عندنا فيه بتاخد داتا عن الكلاينت عشان طبعًا تعرف ظروفه ايه، انا هعمل معاه ايه. مظبوط مظبوط. عندنا حاجه اسمها اير بيوريفاير، ده بياخد الهواء كله ويدخله على ست فلاتر منهم فلترين هيبا فلتر. هيبا فلتر ده هو الفلتر اللي بينقي الفيروس بتاع كورونا، وكده ياخد الهواء ويدخله على وحده اشعه فوق بنفسجيه ويطلع لنا الهواء ده متنقي. فكل الهواء عندنا في كل المراكز عندنا موجود الجهاز دوت، بحيث ان احنا ضامنين الاريا اللي احنا قاعدين فيها فيها هواء متنقي وخالي من الفيروسات. تمام. نرجع لتقويم الاسنان مع الدكتور تامر. هل في تقويم سريع؟ عشان في ناس كتير سالوني، احنا نوهنا عن الحلقه اللي احنا حضراتكم معانا في حلقه طبيب الصحه، فسالونا هل في تقويم سريع؟ هو كلمه تقويم سريع على المطلق كده ده خطا علمي. نعم. انما هو في احنا في طرق بنسرع بيها التقويم. تمام. وفي بعض حالات التقويم بنعملها بسرعه بس بيبقى فيها ليها عيوب. العيب بتاع التقويم السريع ان هو بيعمل الم جامد للمريض وبديش فرصه للانسجه ان هي تستريح اللي حوالين الاسنان، وما بديش فرصه ان العظم يعاد تشكيله بشكل صحيح، وده بيؤدي ان بعد ما الحاله بتخلص ان الاسنان ممكن ترجع تتعوج تاني او ترجع تتحرك تاني بالبلدي بشكل انا بسرعة. باخده على عصي يعني واحدة. فبيعمل الم وبيعمل مشاكل ان هو الحاله ممكن يحصل لها انتكاسه تاني بعد او تدهور بعد ما بتخلص. بس في بعض الحالات بنضطر نعمل كده، لو هنحرك سنه او سنتين فممكن نعملها في حدود شيء جزئي، تقويم جزئي وشيء محدود بس. تمام. في التقويم الشفاف وفي التقويم العادي، ايه الفرق ما بينهم؟ التقويم الشفاف، التقويم العادي بينفع لكل الحالات. تمام. وهو ميزته التقويم الثابت ان احنا بنقدر نتحكم في حركه السنان بشكل افضل. اما التقويم الشفاف فهو ليه حالات معينه اللي نقدر نشتغل فيها. تمام. زي لو في فراغات بين السنان، زي لو في اعوجاج بسيط من السنان، او في حالات بتبقى المريض اصلا عنده مشاكل حساسيه من الاجهزه بتاعه التقويم او الميتال اللي ممكن يتحط في بقه، ففي الحاله دي بنلجا للتقويم الشفاف. تمام. طيب دكتور احمد رمضان، هل طب الاسنان خبره ام اجهزه حديثه ام الاثنين مع بعض؟ اكيد طبعا هو لازم الاثنين. لو دكتور شاطر من غير اجهزه حديثه الموضوع هيختلف تماما.
لو دكتور عنده اجهزه حديثه لكن ما عندوش اي خبره برضو الموضوع هيختلف تماما. فلازم الجمع ما بين الخبره وما بين الاجهزه الحديثه. وازاي يبقى الدكتور ده مدرب على الاجهزه الحديثه ان هو يستخدمها في صالح المريض. لان في اجهزه ممكن يبقى الدكتور عنده الاجهزه الحديثه بس مش عارف يستخدمها التوظيف الصحيح لتقديم خدمه علميه افضل للمريض. لكن طبعا لازم الاثنين يبقوا متوفرين، الخبره والاجهزه الحديثه. بالذات عندنا في مجال طب الاسنان المواجبه في التكنولوجي دي مهمه جدا، لازم في كل ثانيه بيحصل. بقى عندنا ليزر كان من 10 سنين ما فيش حاجه اسمها ليزر، كان من 20 سنه كانت الزراعه دي حاجه مستحدثه، دلوقتي خلاص ما بقاش حد بيبرد اسنانه، بقى خلاص التركيب بقى عن طريق الزراعه، وبقى بينفع في جميع مراحل العظم وجميع السن العيان بيطلبه. يعني ممكن 70 سنه نقدر ندخل العيان نعمل فيه زرع اسنان، ونقدر نستخدم الليزر باقل الجراحات وباقل نزيف وباقل الم بعد الجراحه. طيب احنا عشان احنا في عصر كورونا هنطلع فاصل نغسل ايدينا ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا الدكتور احمد رمضان استشاري زراعه الاسنان، اهلا بك تاني مره. والدكتور تامر عاشور استشاري تقويم اسنان، اهلا بك يا دكتور. اهلا بك. سؤالنا لحضرتك يا دكتور تامر، انا بصراحه انا عن نفسي انا عايز اعمل تقويم ان شاء الله بعد الحلقه اجي لك وتعمل لي تقويم. نورنا ان شاء الله. يعني طيب التقويم ليه اضرار؟ التقويم في اللي مالوش اي اضرار الا لو المريض عنده مشاكل صحيه،
يعني في بعض الناس عندها بقى سكرها عالي قوي، فالتقويم هيأثر على حالة اللثة بتاعتهم، لأن العظم مش هيت يعني بعد ما يخلص التقويم العظم مش هيرجع لحالته الطبيعيه، وبرده اللثه بيحصل فيها التهابات في اللثه، وبعض المرضى اللي بيعانوا من هشاشه عظام. انما معظم الحالات ما فيش اي اضرار من التقويم لو اتعمل على ايد استشاري، بحيث ان هو بنمشي بالقواعد المتعرف عليها. دكتور احمد، في مجالات حديثه داخل طب عالم طب الاسنان ساعدت انها تخدم الصحه بشكل ادق واسرع. عايز اعرف عند حضرتك في المركز ايه الحديث في طب الاسنان؟ تمام، هنتكلم عن حاجه كده. عندنا من الحاجات الحديثه اللي احنا بنتكلم عنها وبنتميز بيها في مراكز تو سمايل هو وجود الليزر. تمام، وجود الليزر ده يعني مفيش الم جوه العياده، يعني عياده بدون الم، عياده بدون نزيف، عياده كل الاجراءات اللي بتتم فيها المريض بيبقى مستريح جدا. لو احنا بنعمل مثلا علاج عصب، علاج العصب النهارده بقينا ندخل معاه الليزر لتعقيم القنوات العصبيه علشان يبقى نسبه نجاح علاج العصب دي نسبه كبيره جدا جدا. تمام، مثلا دخول الليزر في الجراحات، دخول الليزر في الجراحات ده ادى ان الجراحات بعد ما بتخلص ما بيبقاش فيه ورم ولا بيبقى فيه سويلنج اللي هو الالتهابات، ولا بيبقى فيه الم بعد العمليه، ولا اثناء كمان اجراء الجراحه نفسها نقدر نقلل الالم ده بالليزر. النهارده على الليزر، يمكن هنشوف النهارده انا جايب حالات كتير جدا معانا هنبدا نعرض فيها. مثلا يا ريت نشوف الحالات اللي معانا. نبدا بالطبيب مثلا، طبيب الاسنان يا استاذ رنا بعد اذنك. طبيب الاسنان ده احنا بيجهز الليزر، هو بيتسلط على الاسنان. طبعا لو احنا بنتكلم بالطرق القديمه كانت عمليه التبييض دي تتم في ساعه الا ربع، لكن احنا عندنا استخدام الليزر خلى موضوع التبييض ده يتم في خلال بالكثير جدا في خلال دقيقتين. دقيقتين بالظبط، دقيقتين بالظبط، والاسنان تبقى تاخد الشكل الابيض. يمكن عندنا صوره قبل وبعد ممكن للحاله ديت. دي اثناء تجهيز العمليه لي قبل التبييض، السنان صفرة زي ما انت شايف حضرتك. بنحط حاجه كده الزرقاء اللي فوق الاسنان دي عشان تحمي اللثه من الماده بتاعت التبييض. يمكن في صوره يعني دي اللي ما بين اللثه والسنان دي ماده حضرتك حاططها عشان تحمي الماده بتاعت التبييض. وبعد كده نسلط الليزر على الاسنان. دي الحاله بعد ما خلصت، ما شاء الله الكلام ده خلص في دقيقتين، الكلام ده بيخلص في دقيقتين. كنا بناخد فيه ساعة الا ربع. فطبعا الاجهزة القديمة ساعة الا ربع وهي محطوطة على الاسنان بتعمل انبعاث حراري على الاسنان. ده بيخلي الاسنان في حساسية جامدة جدا 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 اثناء او بعد عملية التبييض. ده هنا قبل عملية التبييض، دي اسنان المريضة قبل عملية التبييض. دي قبل عملية التبييض. تمام، في حاجات كتير جدا ساعدتنا فيها الاجهزة الحديثة زي الليزر، زي الاشعة المقطعية. يمكن عندنا صورة للاشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد لو نقدر نجيبها. صورة ثلاثية الأبعاد. الأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد. دي بتقدر هنا نقدر نحدد. دي يا دكتور اللي معانا؟ مظبوط مظبوط. ده جهاز الأشعة المقطعية الكون بيم. هنا بنقدر نحدد قبل ما بنعمل أي إجراء جراحي أو زراعة للأسنان، نقدر نحدد عرض الفك قد إيه أو عرض العظم قد إيه وطوله قد إيه، وإحنا نبعد قد إيه من فيتال ستراكشرز أو نبعد قد إيه من أماكن مهمة ما نخشش فيها بالزرعه بتاعتنا زي الجيوب الانفيه او بعض الاورده او بعض الاعصاب. زي ما حضرتك شايف بيديك كل التفاصيل عن العظم، ويدي كثافه العظم قد ايه، وانهي نوع من انواع الزرعات اللي اقدر استخدمها مع حاله زي كده، وايه اللي ممكن ما استخدموش، وبعد قد ايه ابدا اركب، اقدر اركب على طول ولا ما اركبش على طول. نرجع تاني للليزر. مثلا عندنا حاله زي علاج مفصل الفك بالليزر. ويمكن كتير جدا جدا من الساده المشاهدين بيشتكوا، بالذات الامهات وبالذات المدرسين اللي بيتكلموا كتير بمشاكل تعب في مفصل الفك. الليزر دخل وبدا يحل المشكله ديت. يمكن في صوره عندنا كده هنعرضها ونبين فين الاماكن اللي بنحط فيها جهاز الليزر على المفصل الفك. يعني في جهاز شايف حضرتك دايما المريض اللي بيشتكي من مشاكل في مفصل الفك بتلاقي دايما عنده صداع في المكان ده، بيشتكي من صداع هو مش عارف السبب بتاعه ايه. وبيجي في الاخر خالص ان العضلات بتاعه الايوه مظبوط. هنا الصوره ديت اللي عند الودان هنا، ده الكوندايل، ده مفصل الفك نفسه. ده العام بيجي يشتكي من الم وهو مش عارف ايه سبب الالم هنا. بتبقى مشاكل في مفصل الفك. المشاكل دي قدرنا نتغلب عليها دلوقتي باستخدام التقنيه بتاعه الليزر، والعيان بيحس براحه وبيحس ان خلاص الماسلز سبازم او الشد العضلي اللي كان موجود في نفس الجلسه بيحس بازاله الالم ده خالص، ويبدا يخف من الام مفصل الفك. وده بيحصل في جلسه او اثنين او ثلاثه بالكثير جدا. دي الاماكن اللي احنا بنمشي الليزر عليها، ودي الاماكن اللي بتسبب الالم. يمكن عندنا استخدمنا الليزر في حاجات ثانيه كتير جدا زي ازاله اللثه الزائده
في ضرس مدفون او اساله اللثه الزائده في اللثه الزائده. نرجع للصوره اللي فاتت دي لو سمحت. الصوره اللي فاتت بعد اذنك يا استاذ هدير. استاذه نادين شايفين هنا الصورة الأولانية فوق خالص دي لسه ورمة، ده عيان ما بيغسلش سنانه كويس جدا، فبيبقى فيه البلاك أو الجير أو الكالكلس البكتيريا تتجمع تحت اللسة فلسة تورم. دي حاجة اسمها جينجيفال هايبربليجيا، دي اللسة هنا منتفكة. هنا أنا عايز أبدأ أعمل عملية تجميل وقص للزة دي. تخيل حضرتك لو أنا ما عنديش تقنية الليزر كان إيه اللي هيحصل؟ كنت هجيب مشرط هتشيل ده كله، وهبدأ إن أنا أشيل اللسة ديت، العيان هيشوف كمية دم ونزيف غير طبيعي، هتشفيه كده وألم بعد الجراحة وألم بعد الجراحة بكتير جدا، وهياخد فترة في فترة الهيلينج أو فترة الالتئام. لكن احنا بالليزر الكلام ده بياخدش مننا دقيقتين ثلاثة ومفيش أي دم ولا أي حاجة. الصورة بعد ما خلصنا موجودة اهيت، عملنا عملية تجميل للسة في المكان دوت، يمكن معانا صور تانية برضو لتجميل اللسة ممكن نعرضها. تمام، ده على طول بوست أوبرتيف، ده على طول بعد ما عملنا الجراحة بالليزر. هنا استخدمناه في توريد اللثه. الناس كتير جدا بتشتكي ان الشفايف او اللثه عندهم فيها صبغات لونها اسود، بالذات الناس الهيفي سموكرز، الناس اللي بتدخن جامد جدا، تدخين او الشاي والقهوه والحاجات دي. هنا نعمل حاجه اسمها الدي بيجمنتيشن، ان انا اشيل الصبغات اللي موجوده على اللثه باستخدام الليزر. ده برضو لو ما كانش موجود الليزر كنت هبدا ان انا اشيل الكلام ده كله باستخدام المشرط. طبعا ناهيك طبعا عن الالم اللي هيحصل، الالم اللي بعد الجراحه طبعا. الكلام ده كله بيحصل ثاني يوم العيان بالليزر. ولا اي حاجه. هنا مثلا عندنا ورم في الشفه، تخيل حضرتك لو انا الواحد بس لو عض على شفايفه او على لسانه كميه الدم اللي ممكن تحصل. تخيل لو انا عايز اعمل جراحه في مكان زي دوت وما عنديش ليزر، شايف حضرتك بعد انتهاء الجراحه على طول مفيش اي نقطه دم، مفيش الم، العيان مش هيورم، مفيش الم بعد العمليه. بس دي قرحه في الشفه او لا لا لا، ده احنا شلنا هنا الورم. حضرتك شلت البرزه، الحته البرزه دي. معانا يمكن صوره ثانيه لعلاج قرح ده، يمكن احنا اهو قبل ما نشيل الورم دي بنشيلها، دي بتشيل الورم فيها. بنقوم قاطعينه بالليزر. هنا دي صوره بتوضح علاج قرح اللي بتيجي في اللثه او في الشفايف، ودي يمكن بتبقى جايه كتير جدا مع الاسترس، وبالذات في فتره الحمل، فترة المذاكرة. هنا بنسلط الليزر عليها تبدأ ان هي تخف، يمكن والعيان قاعد الألم على طول على طول في نفس الوقت. مثل التقنيات الحديثة اللي زي الليزر، العيان بيحس بالنتيجة الفعلية في نفس القعدة وفي نفس الوقت. تمام. انا عايز اكلم الدكتور تامر في حاجة، في حاجة اسمها تصميم ابتسامة دكتور. طبعا تصميم ابتسامة ده ان احنا دلوقتي في طرق حديثة من ضمنها ديجيتال ورك فلو، ان احنا كل حاجة دلوقتي بقت تتعمل ديجيتال. تمام. بناخد صور للمريض في ابتسامته. في بعض المشاكل ممكن تظهر في الابتسامة زي السنان طولها او عرضها مش مناسبين. تمام. ان ظهور جزء كبير من اللثة مش مناسب، ان السنان مكانها ووضعها مش مظبوط، سواء بارزة او داخل الجو. فاحنا بنستخدم كل التقنيات الحديثه بتجتمع، وبنشتغل عن طريق تيم وورك، ان اكتر من دكتور علشان نوصل لافضل تصميم للابتسامه. ففي بعض الحالات بنبدا لها بالتقويم، ان هي اسنانها بتبقى خارجه لبره او داخله لجوه، والتقويم بيعدل السنين، وبعد ما نعدل السنين هنبتدي نخش على شكل السنان نفسها، سواء ان هي كبيره او صغيره. ده بنقدر نعمله بحشوات او بتركيبات، واللثه بنقدر ان احنا نعدل شكلها ولونها عن طريق تقنيه الليزر. تمام. فكل ده احنا بقينا نخطط للعلاج بتاعنا قبل ما نبدا نشتغل، عن طريق كل حاجه ديجيتال بنستخدمها، ان احنا نوصل خطه علاج مظبوطه، بندرس الحاله كويس جدا، وده اللي بقى يخلي حالات التصميم الابتسامه ناجح، وده اللي بيوصل الشغل النجاح اللي هو العمل الجماعي مع دراسه الحاله جيدا باستخدام كل التقنيات الجديده. وطبعا كل انسان وليه ابتسامته المعينه، زي البصمه بتاعتك، صح كده؟ ما اكيد، بس احنا كل حاجه نقدر نعدلها. أكيد. احنا دلوقتي بالتقويم نقدر نعدل مكان الاسنان. تمام. وده كان اصعب حاجه. احنا مشاكل الاسنان دلوقتي بنعدله. تمام. معانا صور برضو لتقويم الاسنان بعد اذنك يا نادين نشوفها. دي حاله كانت بتعاني ان هي عندها اسنانها طبعا معوجه، وشكل الابتسام بتاعها كان صعب جدا، وكانت هي عندها اسنان لبنيه لسه، رغم ان هي كانت كبيره عندها 15 سنه ولسه عندها اسنان لبنيه، وما كانتش عارفه ان عندها النبين موجودين، بس موجودين داخل العظم مدفونين. يعني اللي المفروض اللي ظاهر هي الاسنان اللبنيه تنزل مكانها وتطلع. المفروض الاسنان الدايمه كان النبين موجودين بس مدفونين، فهي ما كانتش تعرف المشكله فين. فاحنا طبعا بالكشف والاشعه قدرنا نحدد مكان النبين دول، وابتدينا نطلعهم، نشيل النبين اللبنيين. تمام. ونطلع النبين الدايمين نحطهم في مكانهم. ايوه، هو ده بعد الحاله. في بقى اثناء العلاج، في صور اثناء العلاج يا نادين.
ده تقويم حضرتك؟ ده التقويم. اه احنا ركبنا له تقويم كده نوسع المكان بتاع النبين اللي موجودين. وفي صوره هتيجي في سقف الحلق ان احنا واحنا بنطلع النبين من 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 جوه سقف الحلق. ده بعد ده بعد اه ده مده التقويم يا دكتور. مده التقويم بتفضل كام؟ مده التقويم على حسب الحاله، يعني الحالات اللي فيها النبي مدفون دي بتاخد حوالي سنه ونص. سنه ونص. اه انما في حالات تانية ممكن تخلص من من 9 شهور ل 12 شهر. دي الحالات اللي هو على المعتاده حسب يعني. على حسب الحاله نفسها، على حسب الحاله وعلى حسب هنعمل خلع ولا لا، لان تمام. خلع الاسنان عشان نحرك المكان ده بيبقى مكان كبير قوي. تمام تمام تمام. طيب دكتور احمد، الليزر مهم بالنسبه لكثير من التخصصات الطبيه زي الجلديه والجراحه والرمد. طبعا حضرتك قلت لنا الليزر مهم جدا بالنسبه لكم، هو بي بي يعني ما بيعملش، بننسى الجراحه خالص. تمام. وبنشتغل بالليزر. مظبوط. عايزك تكلمني عن الليزر بشكل اوضح في طب الاسنان. تمام. الليزر عندنا في طب الاسنان دلوقتي دخل في كل المجالات، في مجالات التجميل زي ما احنا شفنا كده صور التبييض وتوريد اللثه، ويمكن في صوره معانا كمان يمكن دي ما بتحصلش كتير وما كانتش ينفع انها تتعمل غير بالليزر. في صوره عندنا استاذنكم بس نعرضها. يا ريت نجهز الصوره يا شباب. توريد الشفايف بالليزر. حاضر هيجهزوها. آه. دكتور اتفضل. دي بالذات كتير جدا الناس الهيفي سموكرز او الناس المدخنين دايما بتلاقي الشفه عندهم لونها غامق. بيقوا متضايقين جدا من الابتسامه زي ما حضرتك شايف كده الصوره اللي فوق الشفه غامقه ازاي. الصوره اللي تحت عملنا توريد للشفايف بالليزر، ودي حاجه ما ينفعش انها تحصل من غير وجود التكنولوجي بتاعت الليزر. تمام. زي ما بقول لحضرتك كده مثلا النهارده عندنا الليزر خدمنا في مجال زراعه الاسنان انه اختصر الفتره اللي المريض بينتظر فيها لحد ما نركب الاسنان، لان الليزر لقوا انه له تاثير على النمو السريع للعظم، ان هو بيحسن حاله العظم بعدد جلسات معينه. بس طبعا ده لازم يتم تحت اشراف طبيب اكيد طبعا يكون دارس يعني ايه ليزر. أكيد. لان الليزر ده سلاح ذو حدين. لو تم استخدامه غلط تحصل منه مشاكل كتيره جدا. اكيد. فلازم يتم تحت اشراف طبيب يكون متخصص في مجال الليزر. الليزر دخل في التجميل ودخل في علاج الالم. النهارده زي ما قلت لحضرتك كده مفصل الفك، النهارده ممكن بعد ما اخلع يبقى في الم، ممكن لو سلطت الليزر بعدد دقائق معينه ازيل الالم ده تماما تماما واقلل الالتهابات واشيل النزيف ده تماما. وانت وحضرتك قاعد معايا واحنا قاعدين على الكرسي. واحنا قاعدين على الكرسي زي ما قلنا شفنا كده قرح الفم. وكمان يمكن في صوره عندنا الهربس دايما الفيرال انفكشن اللي بيجي في الشفايف وبيجي في اللثه، ده نقدر برضو نوفر كام او نقضي عليه. اللي هي الالتهابات دي يا دكتور. صح. الهربس اللي دايما اللي بتيجي دايما عندنا بالبلد يقول عليها ده حراره. الحراره جات له في المكان اللي انت بقول لك معدتك بايظه فانت بتطلع. بالظبط. نقدر ده بيبقى الموضوع ده بياخد مثلا بالانتي فيرال بياخد اسبوعين، احنا نقدر نقضي على الموضوع ده في يومين ثلاثه باستخدام الليزر. فالليزر بقى استخدامه دلوقتي في كل حاجه معانا دكتور. مجال طب الاسنان مظبوط. دي هنا دي هيربس على الشفايف من فوق، لما نستخدم الليزر هتبدا تنشف وتبقى كراست تبقى زي القشره. فالنهارده الليزر ده دخل معانا زي ما قلت لحضرتك في علاج العصب. تمام. النهارده علاج العصب رفع نسبه نجاح علاج العصب بنسبه 100%. النهارده عشان انا لازم اعمل علاج عصب مظبوط لازم اعقم القنوات العصبيه. ايه اللي يضمن لي تعقيم القنوات العصبيه ده؟ لازم هنضف كويس، لازم هشيل العصب، لازم هعمل غسول للعصب. بس كل الكلام ده ما كانش يضمن لي 100% تعقيم القنوات. لما بدانا ندخل بقى الليزر نبدا نسلط شعاع الليزر على القنوات العصبيه ويبدا هو يقتل البكتيريا اللي موجوده جوه القنوات العصبيه. ده بدا يعلي نسب النجاح. كتير جدا النهارده عندنا امراض اللثه، ناس كتير جدا بتعاني من الجيوب. الجيوب اللي هي المسافات اللي ما بين اللثه وما بين الاسنان، تقريبا 80% من الناس بتيجي دي شكوتها جوه العياده، انه دايما عنده اكل بي 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 بيلزق ما بين السنان الضروس وما بين الاسنان. ليزر بدا يحل المشكله دي. الناس اللي بتعاني من حساسيه للميه الساقعه والميه السخنه نقدر النهارده في جلسه واحده احنا نخلص ده كله. احنا بنحط ميه ساقعه جنب العيان ونخليه يشرب منها قبل ما نستخدم الليزر. وبعد ما بنسلط الليزر بالطريقه المعينه بال 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 بالوقت المعين اللي الدكتور بيبقى عارفه في المكان المعين في نفس القعده بنخلي العين يشرب الميه الساقعه ديت وما بيحسش باي حاجه خالص. أيوه. فالليزر دخل معانا في مجالات كثيره جدا. كل حاجه في طب الاسنان دلوقتي الليزر بقى عامل مساعد فيها، فده من احدث التكنولوجي اللي موجوده في طب الاسنان. طيب احنا هناخد فاصل صغير ونرجع لكم تاني. فاصل ونرجع لكم تاني. Thank you.
ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنكمل كلامنا في تقويم الاسنان. وبنرحب طبعا وبنجدد الترحيب بدكتور احمد رمضان. اهلا دكتور. والدكتور تامر عاشور. دكتور تامر، اهميه المثبت بعد التقويم. طبعا تقويم الاسنان احنا بنحرك السنين، ساعات بنحركها لمسافه كبيره وحركه كتير، ساعات الاسنان بتبقى يعني معوجه فبنضطر ان احنا نعدلها. فكل ده الاسنان دي ماسكها اربطه، الاربطه دي بتحاول بعد ما نفك التقويم ان هي ترجع تاخد شكلها الطبيعي، لان بيبقى معمولها ستريتش جامد اثناء التقويم. فعشان كده لازم نعمل مثبت بعد التقويم. المثبت بعد التقويم ده في بعض الحالات بنستمر بيه فترات طويله جدا، وبعض الحالات بنستمر فترات صغيره. في انواع كتير طبعا من مثبت للتقويم، في مثبت بيبقى حاجه ثابته على السنين، وفي حاجه بتبقى متحركه بتبقى حاجه شفافه بحيث الناس تقدر يعني تتعامل بيها بسهوله. زي ده يا دكتور؟ المثبت اللي فوق ده الهاولي ريتينر، ده المثبت التراديشنال، ده الطبيعي اللي الناس بتعمله. بس في بعض الحالات بيبقى هو في جزء اللثه ده بيعمل التهابات لبعض الناس، فبنعمل لهم مثبت اللي هو النوع الثاني الشفاف، ده بيبقى على السنين بس ملوش علاقه باللثه. الثالث نوع اللي هو المثبت الثابت، ده بيبقى في بعض الحالات زي لو فيها اعوجاج شديد جدا في اللي في السنين، او لو في فراغات جامده قوي بين السنين، فالحالات دي الاسنان بتحاول ترجع تاني لوضعها الطبيعي، فلازم نحط لها المثبت الثابت. يعني ده الفتره اللي احنا شفناها دكتور، ده دول الثلاث انواع، دول الثلاث انواع مشهورين، في انواع كتير بس هم دول دول اشهر ثلاث انواع، بس هم دول الشائعين الاستخدام. بس هو كل واحد بقى ليه حالات معينه بنستخدمه فيها. على حسب الحاله بننقي النوع المثبت، على حسب الحاله هي انت بتنقي الحاله النوع المثبت اللي هو بحيث ان هو يثبت الحاله على طول بحيث ما ترجعش تاني يحصل فيها اي مشكله. تمام. دكتور احمد، القشره التجميليه ممكن تكون حل جذري لتلوين الاسنان؟ القشره التجميليه ده مجال كبير جدا، ودي بتبقى حاجه بس اكيد موجود في تو سمايل برضه، موجود معانا طبعا. طبعا احنا عندنا حد متخصص للتجميل بتاع الاسنان. تمام. والتجميل عن طريق استخدام القشره التجميليه دي عملت حل لمشاكل كتيره جدا. صبغات الاسنان، الفراغات اللي موجوده ما بين الاسنان، لو العيان مستعجل ومش عايز يعمل تقويم ممكن نقدر نقفل الفراغات ما بين الاسنان بالقشره التجميليه. في بعض كسور للاسنان الاماميه نقدر نعالجها بالقشره التجميليه. الشائع عن القشره التجميليه هوليد سمايل، لكن هي ما بتبقاش كده. هو القشره التجميليه دي حاجه علاجيه بنبدا نحطها على الاسنان عشان نبدا نجمل بيها شكل الاسنان، ونربطها بعلاقتها باللثه، يعني بيبقى نقدر نجمل شكل الاسنان وشكل اللثه عشان نوصل لاحلى ابتسامه عن طريق القشور او الفينيرز. والفينيرز دي بتبقى رقيقه جدا، تبقى طبقه رقيقه جدا، ما بنبرطش من السنان حاجه كتيره، بس لازم يتم برضه الفينيرز. بقى يا دكتور فيها خطر على الاسنان ولا مفيش خطر خالص؟ كل حاجه لو اتعملت صح للمريض. عشان كده يمكن كان دكتور تامر بيتكلم ان احنا عندنا في تو سمايل احنا ما بناخدش قرار غير قرار جماعي، في تيم وورك، في دكتور تقويم، في دكتور تجميل، في دكتور تركيبات، في دكتور اشعه، بيبداوا يدرسوا الحاله وياخدوا قرار. عشان احنا ممكن نعمل القشره التجميليه ديت والعيان يبدا يعض يلاقيها كسرت، العيان يعض يتغير العضه بتاعته فتعمل له مشاكل في مفصل الفك، تمام، ما تتلزقش مظبوط، تبقى في فراغ ما بينها وما بين اللثه، تبقى على طول دايما بتعمل مشاكل في اللثه. لازم الحاله تدرس كويس جدا. ويمكن برضو دكتور تامر كان وضح ان احنا بالديجيتال ورك فلو النهارده بدانا نعمل كل حاجه قبل ما نلمس العيان، بنعملها بره وناخد الابتسامه بتاعته ونعمل له بروفا ونحطها له في بقه ونخليه يمشي بيها قبل ما نبدا نبرد وقبل ما نبدا نشتغل، ونشوف الشكل ونشوف اللون مناسب لشكل وشه ولا لا، مناسب للون بشرته ولا لا. فده النهارده طب الاسنان التجميلي مع الديجيتال ورك فلو اللي موجود دلوقتي، وده موجود عندنا في مراكز تو سمايل، سهل الخطه العلاجيه وخلاها تتم في اقصر وقت بأدق التفاصيل، بأدق التفاصيل وبعناية فائقة وبأعلى جودة. مظبوط. طيب التقويم يا دكتور، هل بيسد الفراغ اللي بين السنان؟ هو التقويم طبعا هو في ناس، هو طبعا اكيد بيسد الفراغ بين السنان، لان احنا بنقدر نحرك الاسنان في 3 دايمنشن، نقدر نحركها في كل الابعاد بتاعتها، ونقدر نتحكم فيها تماما، نحركها في المكان اللي احنا عايزينه. في ناس كتير بتخاف من نقطة مهمة قوي، ان الناس بتخاف بعد الخلع، لو في بعض حالات الخلع يقولوا الفراغ هيبقى منه فراغ ولا لا. هو في التقويم طبعا كل حاجة بتبقى محسوبة قبل ما نبدأ نشتغل، بناخد الأشعاع بتاعتنا والصور بتاعتنا وكل حاجة بتتم ديجيتال، وبنعمل حط خطة علاجية ان كل المسافات والفراغات بتتقفل تماما بعد التقويم. فهو موضوع الفراغات ده كله لازم يتقفل بعد التقويم، مهما كانت الفراغ كبير، ونقدر نحرك الأسنان، لأن في بعض الناس بيبقى عندها
نقص في عدد الاسنان، يعني عدد الاسنان بتاعتهم بتبقى ناقصه نتيجه تعامل وراثيه. ده اللي حضرتك قلت عليه في الاول، على حسب الحاله انا بتصرف على حسب الحاله. ففي بعض الحالات بنضطر ان احنا نفتح فراغات معينه لو هنعمل زراعه، او نقفل الفراغ لو احنا مش محتاجينه بنقفل الفراغ تمام. طيب دكتور احمد، ايه الخامات المستخدمه في الكراون؟ تمام، عندنا حاجات كتيره جدا. من اول البورسلين، وده يمكن ده اقدم حاجه. البورسلين ده بيبقى عباره عن ده اقدم حاجه اشتغلنا في الاسنان دي. ده بيبقى ميتال وفي طبقه البورسلين، لكن دلوقتي عندنا حاجات خامات طلعت تدي سترينس او مقاومه للسطح قويه جدا، تستحمل وفي نفس الوقت تدي شكل اكتر اجمل زي الزيركون، واحدثهم حاجه اللي هي الايماكس. ده الايماكس، وفي حاجات كمان طبقات بتتحط كمان على الايماكس عشان تدي الشكل الطبيعي للاسنان. احنا دلوقتي ما بقينا نعمل الاسنان، كنت في الاول تبص لحد مركب تعرف ان هو مركب السنه دي. فعلا كان بيبقى في فرق خالص. لا مش شرط اللون، ممكن يبقى نفس اللون لكن انعكاس الاضاءه على السنه دي بتخلف نتيجه للخامه اللي معموله بيها. فحضرتك لما تيجي تبص لازم اللون يعدي. احنا ربنا خلق الاسنان الطبيعيه بتاعتنا في طبقات تعدي اللون وفي طبقات تمتص اللون. ده اللي بدأنا نعمله دلوقتي في التركيبة بتاعتنا، بدأنا نعمل التركيبة بخامات تبدأ تعكس وتمتص اللون عشان تبان بالشكل الطبيعي ناتشرال. هو ده المهم. لكن انت ممكن تظبط نفس اللون، لكن اول ما تبص عليه في إضاءة هتلاقيها كلها معتدلة، هتلاقيها كلها مختلفة. السنة دي تقدر تطلعها. لكن احنا النهاردة بنعمل ايه؟ بنركب سنة في وسط اسنان. ساعات حتى احنا يمكن على الصفحة بتاعتنا بنعمل نحط سنة في وسط اسنان ونطلع فين السنة المتركبة بالظبط. هو ده النهاردة، ده التقنيات، ده حاجة من التقنيات الحديثة. احنا دلوقتي بقت الحاجات دي تتعمل هاند ميد، بقى بتتعمل موضوع الفني اللي بيعمل الكلام دوت لازم يبقى فاهم كويس جدا تركيب وشكل السنان الطبيعية اللي ربنا خلقها ازاي، على هذا الاساس يبدا يعمل سنه شكلها او زيها. تمام. في صور معانا يا رنا لتقويم الاسنان كنا عايزين نعرضها والدكتور تامر يشرح لينا بعد اذنك. ده طبعا احنا معانا الفيسبوك بتاع العياده دكتور تو سمايل. دكتور تامر اتفضل. بالنسبه للحاله دي، الحاله طبعا كان عندها اعوجاج شديد في الاسنان، وكان هي طبعا راحت لاكثر من دكتور قبل كده وكانوا قرروا لها ان هي تخلع اسنانها. والحاله كده معاها كانت رافضه الخلع خالص. فاستخدمنا تقنيه جديده، يعني تقنيه في الاسنان تانية، ان احنا ممكن نعمل توسيع للفك، وتوسيع الفك ده يقدر ان احنا نغير شكل الفك نوسعه. فده بيدي مسافه اكبر ان احنا نقدر نحط فيها الاسنان كل سنه في مكانها. وطبعا دي الابتسامه بتاعتها قبل التقويم، طبعا كان عامل لها مشكله جامده جدا وكان مأثر عليها بشكل نفسي. وده احنا ده الفك بقى عملنا له توسيع بدون اي خلع وبدون اي مشاكل، وكل سنه بقت موجوده في مكانها. ووفرنا عليها، وده بعد ما خلصت وفرنا عليها الخلع، وفي نفس الوقت خلصنا لها الحاله في وقت قصير. تمام. ده الابتسامه بتاعتها بعد ما خلصت. طبعا فرق كبير جدا. ده فرق كبير جدا ما شاء الله. انا شفت يا دكتور، انا عندي السنان دي، انا كانت سنين سليمه بس وانا صغير كان اتخبط. لا ما اتخبطتش. ده هو كان في حاجة بسيطة يعني من زمان كده، يقول لك ايه، تعبي مية وتعمل تطلع كده. قعدت انا احفر لحد ما اعمل البتاعة دي عشان فباظت خالص يعني. والله كل حاجة ليها حل. هي الفكرة في الاول احنا كل الحاجات اللي هي بتاع تصميم الابتسامة في ساعات مشاكل كتير قوي بتيجي ان بيبقى في فراغ بين السنين، الدكتور بيبقى دايما مش عارف له حل. دلوقتي بنعمل حاجة اسمها تقويم جزئي، بنعمل في الجزء ده بس، ممكن نقفل الفراغ ده في وقت قصير جدا وبعد كده نبتدي بخطه التجميل بتاعتنا. طيب انا في حاله تانية برضو معايا ممكن نعرضها بعد اذنك يا نادين. دي حاله تانية طبعا برضو كانت بتعاني ان في جزء من اللثه باين كتير قوي في الابتسامه بتاعتها. وسنه طبعا كانت معوجه بشكل كبير. ده نتيجه ان في سنان طبعا داخله لجوه وخارجه لبره. طبعا هي كانت عايزه تخلص التقويم بسرعه لان هي اصلا ما بتحبش التقويم. قدرنا الحمد لله نخلص لها في فتره صغيره جدا في خلال 9 شهور. وطبعا كان عندها اسنان مش عارفه تمضغ عليها كويس ومأثر عليها في الكلام والاكل بشكل كبير. ده الحاله بعد ما خلصت. تمام. ودي الابتسامه طبعا فرقت بشكل كبير وكانت سعيده جدا بشكل اسنانها وعملت تبييض بعد ال هي سعيده وانا نفسي ابقى سعيد زيها. ان شاء الله تبقى سعيد. ان شاء الله. دكتور احمد، في نهايه حلقتنا عايزك تكلمنا عن تكنولوجيا الكاد كام. تمام.
دي برضو من التكنولوجي الموجودة الحديثة جدا ما شاء الله. في تو سمايل احنا عندنا كل التكنولوجيا الامبريلا فيش حاجة كل حاجة موجودة الحمد لله. الحمد لله. دي التكنولوجي دي بتستخدم للتركيبات. والنهاردة لما نيجي نتكلم على الكات كام هو سيستم بداية من ازاي اخد المقاس للعيان وبقاش ناخده دلوقتي بالمقاسات المعتادة. لا بقى في حاجة دلوقتي انترا اورال سكانر كاميرا بنقدر ندخلها جوه فم المريض وتبدأ تسجل كل التفاصيل الدقيقة لفم المريض ناخد بيها المقاس بناخده ديجيتال وناخد المقاس الديجيتال ده نبعته لمصمم الابتسامة اللي بيبدأ يحط المقاس الديجيتال دوت على صورة المريض ويبدأ يركب الاثنين على بعض ويصمم التركيبة بتاعته ايه اللي يمشي معاه بالظبط وادق حاجه وايه اللي هيبدا يتناسب مع الاوكلوجن او العضه بتاعته ايه اللي هيتناسب مع اللثه بالظبط ويبدا ينقل الكلام ده كله على مكنه الكات كام تمام وهي المكنه اللي بتعمل فيها ميلينج او نبدا نخرط الطربوش او التركيبه ديت والعيان بيستلمها في نفس اليوم اللي هو قاعد فيه يعني نقدر ان احنا ناخد المقاس ديجيتال ونعمل الديجيتال سمايل ديزاين بتاعه ونبدا نصمم الابتسامه بتاعته ونبعت كل النتيجه دي لمكنه الميلينج الكات كام وتبدا تعمل الطربوش في نفس القعده والعيان يستلم التركيبه بتاعته في نفس اليوم اللي موجود فيه. فطبعا الديجيتال ورك فلو ده قلل عدد زيارات كتيره جدا يريح. خلى الموضوع دقيق جدا جدا طبعاً. جدا وبيخلي العيان كمان عايش معاك اللي انت بتعمله في نفس اليوم يعني هو شايف كل خطوه بتحصل قصاده. كان الموضوع ده كان ممكن يتم في اسبوعين او 10 ايام لو احنا بناخد مقاس ونودي المعمل وبعد تيجي الحاجه مش مظبوطه لا عايز اعدل كان يجي لا اللون لا كل حاجه دلوقتي العيان بيبدا يشوفها قبل شكل سنانه قبل ما نشتغل بالظبط يبدا يوافق عليها انا الشكل ده هيريحني اللون ده كويس جدا مناسب ليا ونبدا ننفذ الكلام ده يخلص ما فيش في ساعه او ساعتين يعني مستلم كل حاجته وسعيد جدا بيه. جميل جدا يعني التكنولوجيا افادتنا جدا وطبعا في تو سمايل في كل حاجه عن الاسنان الحمد لله. من الطفل لحد ال 70 سنه وال 80 عادي يعني. مش مشكله. طبعا انا حلقتي انتهت بس يعني عايز كلمه اخيره من الدكتور احمد. تمام كلمه اخيره اتفضل. كلمه موجهه للساده المشاهدين تمام اتفضل. اهم حاجه ان احنا نهتم يعني الوقايه خير من العلاج دي اهم حاجه ان احنا نهتم من البدايه خالص بطريقه غسيل السنان الصحيحه باوقات غسيل السنان الصحيحه وهنتكلم على الكلام ده في حلقات تانية باذن الله وهيبقى في ستاف من عندنا في تو سمايل هيبقى متابع معاكم على طول اسبوعيا بنتكلم على التخصصات المختلفه على الاطفال وعلى التجميل وعلى التركيب وعلى وهنتكلم على الليزر بالتفصيل اكتر وهنتكلم على التقويم بالتفصيل اكتر لكن والجراحه لكن انا النهارده كلمتي للناس كلها الوقايه خير من العلاج نبدا ناخد بالنا من اسناننا واسنان اطفالنا كويس جدا جدا ونهتم بيها ونبدا نتابع عند دكتور السنان عشان نبدا نتلافى مشاكل كتير جدا كانت ممكن تحصل لنا احنا مش هنتابع عند دكتور السنان احنا هنتابع في مركز تو سمايل ان شاء الله. اهلا بيكم شرفتنا دكتور. كلمه اخيره دكتور تامر. كلمه اخيره احنا بنقولها ان دلوقتي التقويم بقى في اي سن والتقويم ما عادش حاجه بتخوف زي زمان. التقويم كل حاجه بقت مدروسه وكل حاجه معمول حسابها والتقويم بقى ينفع لاطفال صغيرين وينفع لناس كبار وفي والتقويم دلوقتي بقى بدون الم تماما. احنا في استخدام بنستخدم دلوقتي تقنيات الليزر في بنعمل جلسات ليزر بعد جلسات التقويم دي بتضيع الالم تماما فما عادش في اي خوف من التقويم. طبعا في نهايه حلقتي بقول لك شكرا يا دكتور على مجيئه حضرتك ودكتور تامر بنشكر حضرتك وبقول للجمهور اسناننا غالية علينا وخلوا بالكم منها وروحوا مركز تو سمايل وتابعونا. السلام عليكم.